السلام عليكم. اليوم نديرو باناكوتا وفخاز، بزاف فاصيل والناس بزاف يحوسوا عليه. ثاني شوفوا معنا، نبداو في لاغوسيط ديال باناكوتا ديالنا. لا فخيز فخوي روج، نص ليتر كريم فريش، 40 غرام سكر، ان ساشي دو سكر فاني، 4 غرام تاع جيلاتين تكون حيواني تاع حوت ولا تاع بكري. نبداو لاغوسيط تاعنا. حاجه الاولى اللي نديروها، نجيبو اناء فيه الماء ونديرو الجيلاتين تاعنا لداخل. عندنا قلنا نص ليتر تاع كريم فريش، نديرو النص تاعها، نديرو السكر تاعنا، سكر فاني، ونخلطوه. نبقاو نخلطو حتى يذوب السكر تاعنا. فوالا السكر تاعنا راهو ذاب، الكريم فريش تاعنا عاد تغلي. نروحو نضيفو لا جيلاتين، نروحو نجبدوها ونعصروها مليح بالماء ونضيفوها داخل الخليط تاعنا ونحركو. لازم نذوبوها كامل، وكي تبدا تذوب نشوفوا لا كريم فريش تاعنا بدات تروح لا كولور تاعها الصفوريه شويه، تما راهي اوطو. نروحو نضيفو دوكا قلنا لا نص الاخر تاع لا كريم فريش البارد ونزيدو نخلطو. نبداو نديرو لو كولي تاعنا سهله. نديرو لي فخاز تاعنا الداخل ولا لي ميرتي ولا لي فخوي روج اون جينيرال. نديرو 20 غرام تاع السكر ونعصرو نص حبه بارس الداخل. فوالا، ونميكسيو لو كولي تاعنا. فوالا الكريمه تاعنا راهي بردت. نروحو نعمرو لي بيرين تاعنا. فوالا لي باناكوتا تاعنا راهم واجدين. نروحو نديروهم في الثلاجه ساعه ونص ولا زوج سوايع ونعاود نولو ليكم باش نوريكم كيفاش ديروا لو كولي. باناكوتا تاعنا راهو واجد، جا كريمو، جا هايل كيما راكو تشوفو. فوالا، نروحو نديرو لو كولي ديالنا لي بريبارينا كيف كيف. هاوليك فوالا لي باناكوتا تاعنا راهم واجدين، لو كولي درناه سي بون. نروحو لا بريزونطاسيون. فوالا التحلية تاعنا راهي واجدة، إن شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيط. صحة فطركم.